ايوه رامز بعد اذنك بس لو ترش حاجه عشان في حد تقريبا عمل ريحه او حاجه ما اعرفش. تمام ازيك يا شادي؟ الحمد لله الحمد لله. استنى الو 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 خدها من ورا بس عشان الكاميرا. ايوه عشان بس الاضاءه. لو بدك لبانه او حاجه بس حطيها في منديل عشان في حد لزق لبانه هنا تحت الكرسي. ايه ده ار يو سيريس؟ هنا الصامت من الكرييتيف صامت مع طياره برضو. معانا الفنانه امينه خليل شمعدان بلده فاكهه السوشيال ميديا كريز التورتيتو المتالق اسلام حسام. ازيك يا اسلام؟ اسلام ازيك يا شادي؟ ايمي موافي شغاله في مجال الاعلانات بقى والحاجات دي كرييتيف بتجيب افكار وبتعمل برضو حاجات تانية. احمد عريدي كرييتيف. معانا النهارده واحد من اهم نقاد الطعام معانا عمرو حلمي. ازيك يا عمرو؟ انا كله كويس انا مش طباخ. بتاع ايه معلش؟ بتاع مزيكا طاقه. مكتوب عمرو ايفنت. بتاع ايفنت. عايزين نعمل حوار راقي. نعمل حوار راقي. انت عايز تتكلم في ايه؟ يعني انت جايبني من بره عايز تتكلم. قلت لي عايز تتكلم في ايه؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك يا شادي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. امينه اسمك غريب قوي، ممكن تشرحي لنا معناه؟ مستوحى من ايه امينه؟ من انه يبقى شخص امين. صح مظبوط. يعني ايه كرييتيف بقى؟ لو حد ما بيعرفش انجليزي هتقول له بتشتغل ايه؟ بكتب على نت. مش هتقول له مبدع؟ مش شغال مبدع ولا يعني ده الواحد بيجيب الافكار وهو لسه في الاول. اوكي. الواحد بيوصل حته معينه دلوقتي بيجيب الفلوس بتشغل الناس بكرامج وكده. لا بس مفروض دي فكره. اسلام ايه بقى؟ ايه ايه ايوه ها ها قول لي. لقيت انت معايا؟ انت واصل لي؟ انا لقيت معاك. انا واصل لك؟ انا وصلت. انا واصل لك. فايه بقى؟ حاسس بيك. اوكي. وبتنظم ايفنتس كتير صح؟ نعم. احكي لنا عن اكتر ايفنت العيد ميلاد مثلا انت جيت تنظمه كان مختلف وحسيت ان انت فخور ان هو ده هو. انت شايف نفسك في ايه؟ والله وانا بعمل عيد ميلاد مراتي. خليك كده. ايوه. ماشي. فدايما بيبقى الموضوع بدأت في ايه اصلا اول حاجه؟ اول حاجه انا كنت كاتبه وبعد كده اخويا قال لي ان الفلوس كلها في الانترنت وفي الـ NFTs. حضرتك تعرف ايه NFT؟ انا ممكن اشرح لك. لا 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 ماشي لعبي. فانا فلوسي كلها من هناك. ماشي بحطها بترجع لي الفوائد بتاعتها. اوكي. وسبت اسنان ليه ورحت الاعلانات؟ هو انا كنت بحب المهنه بس ما كنتش بشتغلها بشغف. كروت يعني السنان؟ مش بكروت. مش تشيلي سنان وما ترجعهاش يعني ولا ما ايه؟ السنان اللي هتتشال ما. طيب قول لنا هل ممكن تقومي بدور بنت من المعادي بس ساكنه ناحيه السوق والتكاتك وكده يعني؟ لا. حتى لو البنت دي معاها عربيه يعني لو معاها توك توك دفنت هياخد الدور يعني بس لو معاها عربيه ماشي. انا حاسك زهقت شويه. لا خالص يعني. تمام 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 ماشي. اسالك ككرييتيف ولا كمسافر ولا كانسان ولا كايه؟ الانسان اعتقد. عمرو الانسان نفسه في ايه دلوقتي؟ نفسي الاندستري بتاعت المزيكا تتحسن. تعرف تلعب مقامات دلوقتي؟ شايفه ايه اصعب حاجه في مجال التمثيل؟ الاختيارات. يعني ان الواحد يختار هو هيعمل ايه. عظيم جدا. مثلتي مع اكرم حسني وتامر حسني. هل الخطوه الجايه تمثلي مع حسام حسني؟ هو هيرد عليك بقى السؤال. انا مش هعرف ايه الحاجات الانترتينمنت اللي عندكم في الشركه عشان تسهلوا التفكير على الموظفين؟ الناس ذات نفسهم بيحبوا بعض ده هو الكلام اللي احنا بنقوله بعض قوي. لا بس عندكم دانس في الشركه؟ عندنا. لا بس ما فكرتوش قبل كده ان انتوا تجيبوا مثلا الراجل اللي بيرقص على حصان او كده؟ مين الراجل اللي بيرقص على الحصان؟ ها بقى ها. ايوه بسيني كده معاك عشان معاك نفس معاك. طيب ها ها ها. هل ممكن تعمل تعاون ما بين فنان وفنانه ولا انت ضد ثقافه المختلط؟ لا بحب المختلط جدا. حتى لو اهلها مش موافقين؟ فين دورنا كفنانين في الدعايه والمشاركه في حملات دعم المتعافين من مرض الجدير المائي؟ ايه شايف المجال بتاع الابداع رايح لفين دلوقتي؟ هل بيتجه للأسوأ ولا للابتزال؟ انت سمعت انا قلت ايه؟ ايه الحاجات اللي انت حاسس اللي انت عايز تبدا تعملها تاني لسه ما جربتهاش في الكارير؟ ان انا اعمل مشروع ليا لوحدي. مصنع ملابس مثلا؟ لا قولي لي. طيب دورك في السينما النظيفه عامل ازاي؟ دور معاهم ازاي؟ دور فعال جدا. انت عامل حاجه مختلفه جدا عن بقيه الكرييتيفز ان عاده الكرييتيفز بيبقى شعرهم طويل. وانت هل ده بيأثر عليك ان هم بيعاملوك مثلا بطريقه بيعاملوك عادي؟ بيأكلوك معاهم يعني وكده؟ بقعد معاهم باكل معاهم عادي. وبيعيدوا عليك؟
بيعيدوا عليا. طب كنت أيه؟ العيد بتاعتهم برضو بتبعت لهم؟ ببعت لهم. ايه امتيازات المشاركة في حدث زي كريتيف سامت؟ يعني في عشوة كويسة بتحصلي عليها؟ في عشوة؟ انت قلت ايه؟ يلا قول لي كده. يلا اهو. في ايه بقى؟ في كتير. انا جاي اسمع. انا جاي اقول. هل اقدر اقول؟ تقدر تقول. باختصار بقى عايزين نلم كل اللي احنا قلناه. هو السؤال كان ايه؟ شكرا اسلام حسام. شكرا شادي جدا، انبسطت جدا. يوم حلو قوي. ميرسي جدا ليك. شكرا. اشكرك جدا جدا جدا. ميرسي جدا. وعلى هذا اللقاء الجميل. ميرسي جدا جدا ليكي امينه خليل، نورتينا في هنا الصامت من الكرييتيف صامت. استقفل شادي بجد. بجد. ماشي تمام خلاص قلنا خلاص. هنا الكرييتيف صامت مش امشي يعني. تمام خلاص. ماشي. المايك ابدا ياخد. خلاص هيفكوا خلاص. خلاص. ماشي. ماشي خلاص. ماشي خلاص. يا لهوي ده. يا لهوي. اه والله والله العظيم. ميرسي جدا. انا عرفت ليه الناس بتحطني في الطبقيه. هينزل على ايه الفيديو؟ لا مش هينزل، لا احنا بس بنصور الحاجه بنحطها في. اتفضل اقعد. اه